لوجي لوجي استنى عندك. في ايه؟ لوجي في ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ انا ماما. انت مش فاكراني؟ انا مسافرت زي ما قلت لك. سيب البنت، انت مجنونه ولا ايه؟ ابعد ايدك عنها. انت عايز تخطف بنتي؟ ده انا هجيب لك البوليس. ده انا اللي هجيبهولك. سيب البنت. انت كمان هتنجح؟ ده انا هوديك في 60 داهية. انت باين عليكي هوب رسمي. سيب البنت. ابعد. اوعي. دي بنت. عارف سايبينكم في الشوارع دي ليه؟ حرام عليك. دي بنت. اهلا يا مريم، انت صاحيه؟ طب كويس، انا جايب لك مفاجاه. ورقة طلاقك. طبعا. مبروك. اكل؟ ميرسي. عشيت برا. متشكر جدا. مبروك. تصبح على خير. طبعا طلقتها. انت عايز نعمل ايه يعني تاني غير كده؟ انا لما رحت لنديم فخر ده لقيته جايب السي في العيله عندنا كله، ده عارف امي الله يرحمها وعارف ابويا وعارف عيلتنا كلها. تعمل ايه يعني؟ ده يبقى مريم كده بلح. ونديم يا حبيبي كمان بلح. طب وبعدين؟ ده احنا كده في الضياع يا معلم. في الضياع ايه؟ هو انت كنت في حته تانيه قبل كده غير انك كنت ضايع؟ المشكله فيا انا. انا اللي اختها خلتني اقتل. استنى استنى. انت قلت اقتل يقتل. انا هقول اقتل يعني؟ احنا منظر واحد يقتل؟ انت بتهيألك كلام. بعدين يلا عشان احنا ورانا معايا يلا. لا انت قلت على فكره، قلت ان اختها كمان معرفش فيه. يوه على اختها دي؟ انا قايل لك 100 مره ما تجيبليش سيره اختها. يا سيدي انا بتنرفز لما بسمع سيرتها. اركب. اختها اختها. خد امسك دي. اهلا مريم، انت صاحية؟ طب كويس، انا جايب لك مفاجأة. ورقة طلاقك. يا مريم، وانا ما بوحشكيش كده ابدا.
طب حتى سألي علينا ما انتي خلاص كده مريم وستين. يا مريم هو انا ما بوحشكيش كده ابدا؟ طب حتى اسألي علينا ما انتي خلاص كده مريم وستين. خير حضرتك؟ في حاجة؟ لا 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 مفيش، شكرا. افندم لو سمحت عايز اقابل باشمهندس. مين حضرتك؟ دكتور حازم. في معادي يا فندم؟ الحقيقة مفيش، بس حضرتك قولي له الدكتور حازم وهو هيعرف، ولو ما عرفش حضرتك قولي له جوز المدام السابق. نعم حضرتك بس قولي له. طيب بعد إذنك ممكن رقم تليفونك أو البيزنس كارد حتى بتاعتك؟ أنا مش هسيب أرقام تليفونات، وهقابله ودلوقتي. طب هو مش موجود؟ لا موجود، وسألت عليه قبل ما أطلع وقالوا لي إن هو هنا. موجود ومشغول. يفضلي، أنا مش حد جاي من الشارع ولا جاي أطلب منكم خدمة، أنا أستاذ جامعة. لو سمحت ما تعليش صوتك. أعلي صوتي وأعمل اللي أنا عايزه لحد لما يطلع لي. أنا هتصل بالأمن. إعملي اللي تعمليه. مين اللي بيزعق هنا؟ إزيك يا باشمهندس؟ أهلا وسهلا يا دكتور، اتفضل. أميرة تشوفي، اهلا وسهلا. هما كلمتين يا باشمهندس. من غير ما تتعب نفسك يا دكتور، رانا بنتك ومن حقك تشوفها في اي وقت. عايز تاخدها عندك يوم يومين مية زي ما انت عايز، انما البنت تسيب مامتها وتعيش معاك مش هيحصل. انت بقى اللي هتحدد لي جدول المواعيد اللي هقابلها فيه. تشرف في بيتي في اي لحظه، تخبط على الباب من غير مواعيد يا دكتور، رانا بنتي زي ما هي بنتك. موضوع يعني اصغر بكتير من الازمه اللي معموله دي. الازمه اللي عملتها ملك، ولا هي ما قالتلكش على محضر التحرش اللي خلى الطالبه عندي تعملهولي عشان تسوى سمعتي؟ عموما الطالبه اعترفت بكل حاجه، وانا من حقي اعمل فضيحه. تعمل فضيحه لمين يا دكتور؟ يا ريت حضرتك تقول لها ان اللي حصل ده غلط وما يصحش. أنا في النهاية بقى برضو أبو بنتها، وسمعت بنتها من سمعتي. اسمعني كويس يا دكتور، المشاكل الكبيرة تظهر عشان خاطر أنا. أهم حاجة في الحكاية البنت، مش كده ولا إيه؟ يا سيدي اعتبر إن ربنا إداها أبين مش أب واحد. يشرفني ويسعدني تنورني في بيتي قريب ونتكلم في كل حاجة. كمان رانا تكون رجعت وخفت بإذن الله. رجعت منين؟ أنا ما قلتلكش. يعني أنت متأكد إن رشا ما رجعتلهمش بعد ما هربت من المستشفى؟ بصراحة يا باشا أنا ما أعرفش حاجة عن موضوع المستشفى ده خالص. بس انا اتقص لحد ما عرفت ان ريتشارد اللي بيحمل الواد اللي كانت مستخبيه عنده يعرف حد من الجاردات تبعي، وانا قعدت معاه وعملت معاه قعده صلح ورسيت منه على كل العباره. هي هربت فعلا ومش عارفين مكانها. والان احمل كده يا باشا ان الواد اللي كانت عنده ده بيلعب في البودره، علشان كده نقل مكانه اول ما احنا وصلنا لطريق. بس انا زي ما قلت لسعادتك في الرساله، راقبت داليا لحد ما عرفت عنوانه الجديد. هي البلد فيها ناس حقيرة ولازم تنضف منها.
ايوه مريم. افندم صرصار فين؟ صرصار عندك في الاوضه؟ طب تعالي وريني. هيجي منين الصراصير عندنا بس؟ فين؟ انا مش شايف حاجه. هنا على السرير مفيش حاجه. مريم مفيش حاجه مفيش حاجه. تصبحي على خير. عبدالحميد عادل عبدالسلام الشهرة مودي العمر 35 سنة أعزب يحمل جواز سفر رقم. إيه يا عبدالحميد؟ تحب أقولك عبدالحميد ولا مودي؟ استنى إبراهيم ما تكتبش. تيجي ندردش الأول كده قبل ما نخش في الجد. إيه كمية الكوكايين اللي هو عندك دي؟ جالك إزاي ومنين؟ أنا قلت لحضرتك أنا ما أعرفش عنها أي حاجة. يعني لقوها في البيت إزاي؟ أنا مأجر الشقة دي لسه جديد. ممكن يكون اللي قبلي نسيها فيها. اللي قبلك سايب فيها كمية الكوكايين دي؟ حضرتك أنا تاتو أرتست مش تاجر مخدرات. بس الضابط بيقول إن لقوا أدوات تعاطي في فصالة الشقة. وإني لقوا في ملابسك الشخصية تذكرة كوكايين. ممكن تذكرة؟ ممكن طبعا. اتفضل. حضرتك أنا بشتغل تاتو أرتست. طبيعي ان انا يبقى عندي ناس بتيجي عندي الكلاينتس بتوعي كلهم بياخدوا حاجات زي كوك وحشيش بيشربوا. ده طبيعي ان انا اوفر لهم الحاجات دي عندي في المعرض بتاعي بشتغل فيه. وساعات باخد كوكايين كل فين وفين مش هنكر. الحاجه اللي حضرتك لقيتها معايا بتاعتي فعلا، بس هي استعمال شخصي مش اكتر. انا ما بعملش كده على طول ومش مش ريجولر يعني، او مش على طول باخد حاجه كده. انا اليومين دول باخد كوكايين ساعات يعني عشان عندي مشاكل نفسيه خلياني اعمل كده. بس انا مش تاجر مخدرات حالتك. يعني انا بضيع وقت معاك صح؟ انا قلت اللي عندي. انا فعلا غلطان. طب اطفي السيجار. نعم؟ اطفي السيجار. نتكلم بقى جد. سين يا صباح الخير. مريم عايز اكلمك في موضوع. الحاجات اللي عملتيها معايا دي انا اعتبرها ما حصلتش. ما فيش حد تاني هيعرفها. اخت ملك تبقى اختي. وملك مراتي بحبها وهفضل احبها. انت عارفه انا زمان كان نفسي يبقى عندي اخت سري يكون معاها. اشكي همومها واحكي لها على مضايقني. لما اتجوزت ملك انبسطت قوي انك موجوده. اعتبرتك اختي. فرحت قوي ان عندي عيله. عندي
عندكيش فكرة ببقى مبسوطة قد إيه ومالك قاعدة على يميني وإنتي ورانا قاعدين على شمالي. مفيش أحلى من كده. عن إذنك لازم أروح الشغل. فن عايزة تمشي؟ تسافري؟ طيب تروح الملك؟ هي كان نفسها تبقى معاه. خلاص فورا احجز لك تذكرة. استوعديني لما ارجع لك صوتك اخوك يكون اول واحد يسمع صوتك. بعد اذنك. يحبس المتهم عبد الحميد عادل عبد السلام وشهرته مودي 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى له التجديد في الميعاد القانوني. يرسل الحرز المشتبه في كونه مادة الكوكايين المخدر للمعمل الكيميائي لمصلحة الطب الشرعي ويطلب المقدم شريف حافظ لجلسة التحقيق باكر. طب والله والله يا نديم بيه وريك عليا حلفان. انا كان نفسي افتخر بنسبك واتفشخر بيك. يعني مثلا تجيني بيتي تطلبها مني بيتي. ايوه بقعد باصص لك شويه كده واقلبها في دماغي وفجاه اروح قايم واخدك بالحضن واقول لك مبروك يا ابني ربنا يسعدكم. لما هعمل ايه بقى بنت اخويا؟ اعمل ايه؟ هي اللي يلا أمرني يا فندم. طلبات حضرتك إيه؟ أنا مليش طلبات، أنا عاوز حق ربنا. اللي هو إيه يا فندم؟ شوف سعادتك، أنا أخويا الله يرحمه كان سايب حوالي 19 ونص ولا 20 مليون جنيه. فاهم إيه؟ بعد إذنك مفيش داعي تدخلني في حاجات تخص العيلة. يا ريت تقول لي طلباتك ببساطة. ما أنا عارف سعادتك إن وقت سعادتك مش ملكك، أنا عارفها كويس قوي، بس ياريت برضو تاخدني بالراحة كده عشان أنا لازم أفهم سعادتك الموضوع من أساسه عشان تبقى على نور برضو. مالوش لزوم يا فهم بيه، خلاص إحنا بقينا أهل، قولي طلباتك وأنا أنفذها لك. هو سعادة البشر ربنا بيقول إن العم يرث التلت والبنتين كل واحدة فيهم التلت، يعني تقريبا أنا هبقى نصيبي كده حوالي يعني 6 مليون وشوية فك بس. شفت بسيطة ازاي؟ والله بسيطة. شفت ساعات البيت بسيطة جدا. والله بسيطة يعني، بس هي بنت أخويا بقى اللي حبت تخالف الشرع فزورت في الورق وعشان تحرمني من حقي يعني. خلي حالك مستريح. اتفضل يا فندم. اتفضل. 7 مليون جنيه كويس؟ يا سلام يا سلام عليك، والله عمري نظرتي ما خيبت فيك ابدا. ابن اصول صحيح. فهمي بيه، مريم وملك ولاد اخوك يعني ولادك. أيوة. والبيت بيتك، تشرفني في اي وقت. ربنا يسعدك ويخليك يا شيخ، ربنا يديم معروف يا فندم. وان شاء الله من بكره الصبح على المحكمة جري هخلي المحامي يتنزل ان شاء الله.
وانت وافقت. موافقش ليه؟ الواد ده موافقش ليه يا ابني؟ الراجل عارف ومتاكد ان مراته مزوره. ايوه، فخاف عليها تتفضح. بعد جابني وقال لي اللي انت عاوزه، وراح مديني اللي انا عاوزه، وقال يا دار ما دخلك الشر. فهمت؟ ما وافقش ليه بقى؟ انت فاكر ان هو عمل كده من وراها؟ ابدا. وهي المشكله هي تعرف ولا هي ما تعرفش؟ المشكله انت ازاي توافق؟ بقول لك ايه يا ناديه؟ نعم. ماشي الواد ده من قدامي عشان ده هيعصبني وهديله بالبنيه في مناخيره على طول. يا ابني يا ابني، ويرفض ليه؟ يرفض ليه؟ ده حقنا وعدل ربنا. عدل ربنا. انتوا شايفين كده؟ ايوه. انتوا شايفين ان ده عدل ربنا؟ ايوه. يالا يالا، ابوك دلوقتي معاه فلوس تعيشنا ملوك العمر كله، وطز بقى في الباقي احنا مالنا؟ طز في الباقي؟ طب ومريم يا بابا؟ مريم بنت اخوك اللي انت خايف عليها وعايز تجيب لها حقها من اختها المفتريه. احنا مالنا بيها؟ تتطلق ما تتطلقش، تتهبب ما تتهببش، مريم خلاص شيلها من دماغك خالص. خلاص مريم خلاص. الا اذا جات لك لحد عندك وبكت وقالت لك طارق ارجوك يا طارق اتجوزني. في الحاله دي بس هقول لك طارق يا ابني اتكل على الله وجوزها. ليه؟ لانها برضو مهما كان بنت عمك، لحمك ودمك. واللي يهمني انا بقى في الموضوع فوق ده كله، يعني انها ساعتها هتطلب القرشين اللي هي شايلاهم مع اختها، ويبقى زياده الخير خيرين. طارق يا ابني استنى، رايح فين؟ سيبك منه سيبك منه. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. ازيك؟ ايه الاخبار؟ اتفضل. طبعا انا اسف جدا ان انا جيت لك من غير معاهد. يا راجل اتفضل اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا، ده بيتك. اهلا بيك يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله كويس. انا شفت الوالد النهارده. حقيقي؟ هايل. الحقيقه انا جاي عشان اقول لحضرتك ان انا جات لي مسج من ساعه، مريم بتقول لي فيها انها سافرت. هي لسه هتسافر؟ لا يا فندم، سافرت. لا انا لسه كنت بحجز لها النهارده. استاذ نديم، مريم في بيروت. فندم على فكره هي بعت لحضرتك مسج على موبايلك بتقول لك فيها انها هتسافر. لا انا ما عنديش مسج جات لك. ما هو واضح جدا ان حضرتك ما شفتهاش، عشان كده هي طلبت مني ان اجي وابلغ حضرتك. في مسج فعلا. حضرتك عندك فكرة هي بتعمل ايه في بيروت؟ كل اللي انا اعرفه ان هي سافرت ومش راجعة مصر تاني. خلاص قررت انها تعيش على طول في بيروت مع خالتها. شو قلت لك بيتزا اسرع؟ بيتزا ايه يا عمي؟ بطلب سوشي كده كده شوية هيك على طول. طب امسك 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 الحتة دي لحد ما السوشي يجي. ما باكلش بيتزا يا عم، ما باكلش. وبعدين دي مارجريتا بلاش. انت حر. او السوشي بس. او السوشي بس. بقول لك ايه؟ تبقيت محلويه قبل من دول كده ليه؟ ما تجيب 300 جنيه. ما انت جيبك مليان فلوس قد كده، وبعدين انت مش لسه بايع الذهب اللي انت علقته من الولايه اياها؟ ده احنا جبنا نق. ده انا كنت اخد منك 300 جنيه تمن الاكل، ما انت بكره بديك فلوس قد كده. مين فينا اللي بينق دلوقتي؟ يا شيخه. خش يا ابني انت، شوفوا ليه جوه. لا يروحوا فين؟ يروحوا فين يا فندم؟ واضح يا فندم حضرتك انك فاهم الموضوع غلط. يعني انا خالد الليث يا فندم، لا ليا في السياسه ولا ليا في الدين. يعني ليا في اي حاجه شمالك، الحاجات دي ماليش فيها. تمام. يعني يا فندم دي ازاز خمره. تقدر تلاقي حشيش. الواد ده مثلا كان بيشم من شويه فتره. لا ما دخلت بيتي ايه؟ ما بس الباشا حبيبي، انا الباشا اللي باجي عند حضرتك يعني اعمل محاضره واتنزل عنها، فاكرني اكيد يا باشا. فين الدهب يا ابني؟ لا دهب ايه؟ دهب يا فندم؟ دهب المسروق يا حبيبي اللي انت عمال تبيح فيهم وتبلغ عنه. لا والله العظيم يا فندم انا ما اعرف حاجه. دهب ايه؟ لا ما اعرفش حاجه من حضرتك بتقوله ده يا فندم. هتعرف كل حاجه في النيابه يا حبيبي، هتعرف كل حاجه في النيابه. نيابه نيابه ايه؟ واضح ان في سوء تفاهم يا فندم حضرتك. يعني الحاجات دي يا باشا وريني. ده بالله مش هتبقى قضيه دهب بس. والله يا باشا الحاجات دي حرزوا له كل حاجه تلاقوها. لا يلا كل حاجه يا فندم، الحاجه دي مش بتاعتي اصلا. تعالوا خدوه. لا ياخدوا يا فندم، حضرتك فاهم الموضوع غلط. Thank you.
اي حاجه، هات حاجه والنبي، انا جعانه ما اكلتش من الصبح. هات اي حاجه والنبي، انا جعانه ما اكلتش من الصبح. هات اي حاجه. طب هات سيجاره حتى يا موز يا قمر. طب اجي معاك؟ اجي معاك انت قمر قوي كده برضه. طب متشكرينك قوي. اتفضل يا فندم. البلد محتاجة مشاريع كتيرة زي دي. ده واجبنا يا فندم، وعايز أقول لسيادتك كمان إن أنا بعمل مركز طبي عالمي جوه المدينة. هيشرفني جدا إنك تفتتح. أكيد طبعا. بس يا فندم على حضرتك. نعم نعم جدا. اتفضل. مع السلامة. الله يسلمك. لو سمحت يا باشمهندس، ممكن نعرف مدام رشا محبوب مختفية فين؟ امشي يا ابني امشي. ما اشوفش وشك في الشركة، تاخدي اجازة طويلة، تسافري بره مصر. والله العظيم لو مش شايلك خدماتك معايا انا كنت عملت حاجة تانية. ما اشوفهاش في الشركة يا جماعة. مش عليك الدنيا معكوك على الاخر، قضيت سلاح بدون ترخيص والدم اللي متبلغ عنه وشويه بلاوي تانيه كتيره قوي. انا معلش تطبخ يعني سنه مع الايقاف غرامه حاجه من الحاجات دي، ولا برضه اللي هعرفك بقى شغلك؟ انا مش عايز اقول لك ان لقيوا الفيديو عندك على الموبايل وانت بتقتل. لا بس ما تسكت بقى، فيديو تقتل مش هم. والله العظيم من مش بقول لك معكوكه يا عم. معكوكه ايه؟ بقول لك مش انا، ده واحد شبهي والله العظيم. شبهك ازاي؟ دول خدوا الفيديو ودوه الفحص الفني. بس يا سلام، اللي هو طلع الراجل اللي اتقتل ده مات بنفس عيار الطلقات الرشاش اللي بان في الفيديو. طب بس وانا جايبك معايا ولا معاه؟ بس والله انا كان نفسي ابقى معاك يا ليسي، بس غصب عني. غصب عنك ايه بس؟ ولا مش هينفع؟ ليه مش هينفع؟ هينفع. عارف يا وليه اللي اسمها ملك الجرحي؟ احنا نجيب اسمها في التحقيق وبكده الموضوع هيضطر عشان خاطر نديم فخري. ايه وده ينفع كده ليسي؟ ينفع. ما ينفعش ليه؟ ده مش بعيد نديم فخري واللي يجي يطلعنا، انا اشهد عليها جوه وهو يجي يطلعنا. هاي عبد الحميد، رجعت نفسك وناوي تتكلم ولا لسه عند موقفك؟ على العموم تحريات المباحث جات لنا، واحسن لك تتكلم. انا قلت لحضرتك كل حاجه. انا ما اعرفش حاجه عن المخدرات اللي كانت في الشقه دي، اكيد حد حطها لي. يا راجل انسى بقى موضوع الكوكايين ده وركز معايا. ده انت طلعت دولي، مش الانتربول طلبك؟ هربان من قضيه في امريكا ومختفي هنا وما بتظهرش خالص، وما معكش تليفون محمول، والبودي جارد اللي بره هو همزه الوصل بينك وبين زباينك، وعلى عامل نفسك بتاع تاتو وانت بتبيع لهم كوكايين. انا كل ده؟ ايوه انت كل ده، وحد من زباينك اتمسك واعترف. ومش بس بالتاجر، ده انت بتجلب مخدرات من بره، ودي لوحدها فيها اعدام. لا انا مش بعمل كل اللي حياتك بتقوله ده، مش انا خالص. مش انا. امال مين؟ دين الامان ولا اقول لحضرتك؟ معقوله وفي امان اكتر من نيابه؟ انا فعلا كان علي قضيه في امريكا وهربت، بس القضية دي ظلم. اللي هربتني من أمريكا تبقى بنت مرات الراجل اللي أنا كنت بشتغل عنده. مين هي دي بقى؟ ملك الجرحي. هي اللي قالت لك تقتل؟ أيوة فندم، هي اللي قالت لي أقتل، والموضوع له علاقة برجل أعمال مهم اللي هي متجوزاه. اللي هو مين؟ نديم فخري. أنت عندك دليل على كلامك دوت ولا بتقول أي أسامي عشان تعمل بلبلة وتضيع وقت؟ لا يا فندم، لحضرتك أنا اللي اعترفت لك إن أنا اللي قاتل، بس مش لوحدي. ملك الجرح هي اللي وزتني على كل حاجة. وبعدين حضرتك عايز نص الحقيقة ولا الحقيقة كلها؟
مش معقول مش معقول. أهلاً 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 أهلاً. إيه رأيك في المفاجأة دي؟ دي أحلى مفاجأة في الدنيا. وحشتيني وحشتيني. وانت وحشتيني يا مامتي. ليه ما قلتليش هاجي أخدك من المطار؟ قلت أجيلك على غفلة أشوف بتعمل إيه من ورايا. أعمل إيه يعني؟ قاعد بفكر فيكي. وإيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ بغيب بغيب. طبعاً أهلاً يا روح أهلاً يا روح. وحشتيني وحشتي بابا. طوفي أنا عمرك مفاجأة. إيه بقى؟ أنا خفيت يا روح قلبي. مبروك بجد يا نديل. الحمد لله كل التحاليل طلعت نيجاتيف. حبيبي خف بعد رحلة عذاب. يعني الكيموثيرابي اللي كان هنا عمل مفهوم. كل اللي كتر قالوا كده. يا روح قلبي مبروك يا روحي مبروك يا روحي. ده انتوا جايبين اخبار حلوة بشاك. لازم نحتفل بقى لازم نحتفل. طبعا لازم نحتفل. دي رنا. تعالي يا حبيبتي اكيد اوضتك وحشاكي قوي فوق صح؟ تبقى لازم بقينا على فوق. انا هحصلك. اوكي. ملوكة رانا خفت بجد؟ والله خفت. الدكتور قال لي انه نسبة شفاها 90%. بعد رحلة العذاب دي الحمد لله. الحمد لله. انا اتخضيت لما قلت لها اطلعي اوضتك. انا ما كنتش عايزة اقول لك قدامها ان انا كلمت باباها وبلغته. طب كويس. وكمان هو طلب انها تقعد عنده كام يوم. بس انا ما حبيتش اقول له اه او لا الا ما اسالك الاول. عمال يا روحي تروح طبعا بابا. بس انا ما بحبش اخد قرار في حياتي او في حياة بنتي من غير ما ارجع لك. انا بجد بحبك. وانا بموت فيك. ايه الحلاوة دي؟ انا كنت وحشك للدرجة دي. جدا. كنت وحشني جدا. انا بحبك قوي نادي. مجنونة بيك. بشوف ايد مريم. طمنيني عليها. صدق هي بتقول ايه؟ حاجة غريبة. عايزاني ابعت لها فلوس على بيروت. مو ماله ابعت لها. انت عارفة نعمل ايه كمان؟ خلاص اللي ورانا ونطلع بيروت نعمل شهر عسل جديد. ايه ده بجد؟ ورانا ايه؟ تاني؟ ونرجع بيها واحنا راجعين. بس انا معرفش هي عملت كده ليه؟ انا كمان فوجئت. مجنونة. اختي وانا اكتر واحدة عارفاها. بس طيب. وبتحبك. قصدي يعني قالت لي انها بتحبك زي اخوها. عشان كده حكيت لك على موضوع الليسي. لا انا كنت مخبيها عليك. بقول لك ايه يا روحي؟ ما تبقيش تخبي عليا حاجه تانيه. هو انت اديتني فرصه حبيبي؟ انت خطفتني خطف. وبعدين ما انت كمان تلاقيك عندك حاجات كتير انا ما اعرفهاش. يعني اكيد مخبي عليا حاجه. هقولها لك كلها. اسمعك بس بعدين. دلوقتي لا وقت للكلام. الله يسلمك. المفاجأة التحفة دي مش كده؟ وايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ شفتي؟ ايه التغيير الجامد ده؟ نورتي مكتبك. ميرسي يا نوى. احكي لي اخبار مستر نديم ايه وانت بعد الجواز؟ لا انا مبسوطة قوي. طب الحمد لله. مالك؟ في حاجة؟ لا خالص. بس المكتب وحشني قوي والشركة وانتو. طيب طمنيني
طمنتي على رنا؟ الحمد لله يا نهى قاعدين بنحاول. طيب انا ثواني بالظبط ونسكافيه يبقى عندك. لا 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 مش عايزه حاجه، عايزه اقعد شويه لوحدي. لو سمحتي ما حدش يدخل عليا الا لما انده لكم. حاضر. اوكي كده. أنا بقالي 8 ساعات بسمعك. وأنا قلت لحضرتك كل اللي حصل. أظن يا فندم مفيش متهم أسهل مني. يعني أنت مش معترف بسرقة الذهب اللي أنت بتقول إن الست اديتهم لك بمزاجها، ومعترف إنك قتلت. أيوة يا فندم، لكن مش لوحدي. زي ما قلت لحضرتك، ملك الجرح هي اللي وزتني أعمل كل ده. هاتها واسألها يا فندم، ويا ريت تجيب جوزها نديم فخري كمان وتسأله. ممكن سيجارة يا فندم؟ لا. طيب. اكتب يا ابني. تسلخ نسخة من التحقيقات وترفق من مذكرتنا وتعرض على معالي المستشار المحامي العام للتفضل سيادته بالنظر والتصرف بشأن ما أثير عن واقعة القتل المشار إليها في اعترافات المتهم. معلش يا فندم، ده معنى إيه يعني؟ يعني إحنا هنكمل مع بعض قضية سرقة الذهب والسلاح اللي بدون ترخيص، إنما قضية القتل دي احتمال ترجع للنيابة تاني اللي كانت بتحقق فيها. ملك، في واحدة ست بره كده شكلها مريب وغريب وبتقول انها عايزة تقابلك وتعرفك. لا انا مش عايزة اقابل حد. شوفي هي مين وعايزة ايه وتعالي قولي. طب انا عملت كده على فكرة، وهي برضو مصممة وعايزة تدخل. شوفي لها سكة يا نوع. طيب حاضر. اوكي. جرى ايه يا مدام؟ يا انت دوختيني عقبال ما عرفت مكانك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت مين؟ ايه ده انا مين؟ هو انت مش فاكراني ولا ايه؟ لا ارجعي بالذاكره لورا كده تلاقيني قاعده على جنب. فكري. بصي روحي انت يا نهى. ابعت لك رامي. امشي روحي بقى. نعم. الله ينعم عليكي. بصي بقى يا حبيبتي، انا جاي اخد بقيه حق اللي اتفقت مع وليد الله يرحمه عليه. وليد مين؟ وليد مين؟ انت هتستعبطي ولا ايه؟ وليد ده يا حبيبتي اللي اتفق معايا وقال لي ان انا اروح اضربك علقه موت بس بحنيه قدام شركه نديم باشا، وبعد ما اخلص اطلع على بيته واروح اقول له ان المدام بتاعته مدام رشا هي اللي وزاني عليكي. هو وليد بقى هو اللي قالك انه متفق معايا؟ ايوه يا حبيبتي، وبأمارة كمان ان انا سمعت اخر مكالمة كانت بينك وبينه، حتى بالأمارة قلتي له انا نص ساعة واكون هناك، هقول للسواق يمشي وابعت للناس عشان تضربني، افتكرت يا حلوة؟ اتفضل اقعد. شكرا. كان قلبي حاسس ان القضيه دي مش هتفضل ضد مجهول. عايزك بقى تعيد لي كل اللي قلته لاحمد بيه فتحي قبل القضيه دي مستخرج من الحفظ. شوف يا فندم، باختصار يعني. لا انا مش عايز باختصار، انا عايزك تحكي لي القصه بالكامل قبل ما نفتح محضر ونخش في سين وجيم. تحت امرك يا فندم، هحكي لحضرتك. مساء الخير يا انسه نهى. مساء الخير يا استاذ البشاير. بفضلك كنت عايزك في كلمتين على انفراد. نعم. ايه ده مش فاهم؟ يا ريت نتكلم لوحدينا. طب من غير ما تقول حضرتك. طيب انا ادم فيها انفراد بقى، استاذن انا اسيبكم بقى. والله كلك ذوق. اطلب لك حاجه؟ طيب تشرب حاجه؟ يا ريت. انا عايز قهوه ساده واطلب لها ليمون علشان يروق دمها علشان هيتحرق كمان شويه. طب ما نخليهم 2 ليمون. والله كلك ذوق. الله يخليك. انت هتهزر؟ حبيبي قلبي والله. يلا استاذنك كده نشوف. نشرب شربات فرحك. ربنا يبارك لك. الله يخليك. ايه بقى؟ احنا خسرنا القضيه. نعم. القضيه اللي كان رافعها فهمي على ملك.